بسم الله بالإذن الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى، وصلنا إصحاح 20. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المثل اللي قاله ربنا يسوع عن الفعلة، وكان دي بيشرح فكرة كثيرين أو كثيرون أولون يكونون أخيرين وأخيرون أولون. وقلنا معناها أن الواحد ما يستغربش أن في ناس بتيجي على آخر عمرها تعرف ربنا وتوب توبة سابقة وتاخد الملكوت اللي اجتهد للوصول ليه ناس طول حياتهم ومن صغرهم، وانت تنطبق بشكل واضح قوي على علاقة اليهود بالأمم. اليهود مفروض عرفوا ربنا قبل الناس كلها، لكن الأمم جم في العهد الجديد وقبل المسيح ودخلوا من باب المعمودية وما تعبوش تعب الناموس والسبت والفرائض والذبائح اللي تعبوه اليهود، لكن خدوا الأجر السماوي وخدوه كمان قبل اليهود. واعتراض الجماعة اللي اشتغلوا طول النهار يشبه اعتراض اليهود على الأمم، لما الجدع اللي اشتغل من أول النهار قال لصاحب الكرم، قال له انت ظلمتني، انا اشتغلت طول اليوم وانت سويت بي واحد اشتغل ساعة واحدة. قال له يا صاحب ما ظلمتك، انا متفق معاك على الدينار، متفق معاك على الاجرة، انت اللي عينك شريرة لاني انا صالح. يعني رحمة ربنا ساعات تخلي الناس اللي عينيها وحشة تتغاظ وتقول ليه ربنا يرحم الناس الاشرار. طب ما هم تاب ورجعوا وما جات لهمش فرصة يعرفوا ربنا قبل كده. بعض الاباء شرحوا المراحل دي، الساعة الاولى والساعة الثالثة والساعة السادسة والساعة التاسعة وبعدين الساعة الاخيرة الحادية عشر دي، على انها مراحل في تاريخ البشرية، مش بس مرحلة الطفولة والشباب والرجولة انما هي مراحل في تاريخ البشرية. يعني المرحلة الاولانية تشبه مرحلة ادم وبنين، بتاعت الساعة الثالثة في زمن نوح، الساعة السادسة اشارة الى زمن ابونا ابراهيم، لان كل دي نقلة في تاريخ البشرية، ادم وبعدين نوح وبعدين ابونا ابراهيم وبعدين مرحلة موسى النبي والشريعة والناموس، وبعدين اخيرا الساعة الحادية عشر اشارة الى مجيء المسيح له المجد، فتح احضانه للكل وقبل الكل وشغل الكل وجاز الكل بالخير. فبعض الاباء فهموها انها بيحكي بيها مسار التاريخ، ان في الاخر اللي جم على في العهد الجديد جم في زمن ربنا يسوع المسيح المجد وبعده، يعني حصلوا كل الاجيال اللي فاتت ويمكن سبقوهم كمان لان هم خدوا نصيبهم الاول، لان ربنا يسوع يقول انبياء وابرار اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. وربنا يسوع ختم المثل زي ما ابتدى بنفس الحقيقه اللي قالها في الاول، قال هكذا يكون الاخيرون اولين والاولون اخيرين. برضه اظن ان احنا قلنا كونك اخير ما تيأسش، الآية دي تدي لك رجاء. لو انت حاسس انك اوحش واحد في الناس واكتر واحد جاهل بمعرفة ربنا، الكلام ده يديك امل. في ناس كانت في الاخر خالص وبقت في الاول. وكمان لو انت حاسس انك في الاول وصادق الناس في المعرفة وقريب لربنا قوي، اوعى تستكبر، اوعى تتغش في روحك، في ناس كانت في الاول خالص وبقت في الاخر خالص. فيبقى الشعار ده يدي رجاء للشخص الاخير ويدي حذر للشخص المتقدم. اذا كنت متقدم وصادق الناس حاسب في زيك رجعوا خالص ورا وضيعوا كل اللي خدوه، واذا كنت حاسمك اخير يعني متعرفش حاجة خالص برضو اوعى تيأس لانه في زيك سبقوا كل الناس وطلعوا في الاول.
واضاف عليها ربنا يساله المجد كلمة تانية وقال ايه؟ لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. يعني ايه؟ يعني ربنا يساله المجد دي جاي انت كل الناس، ربنا عاوز كل الناس تعرف، وبيجي الناس باشكال مختلفة، اما بيكلمهم زي في التاريخ من خلال الطبيعة، من خلال ضمير الانسان، او من خلال الانبياء والنبوات والكتب المقدسة، او في العهد الجديد بمجيئه هو على الارض والرسالة اللي شالها الاباء الرسل، او لغاية النهاردة عن طريق الخدام وعن طريق الكنيسة وعن طريق برضو التجارب والاحداث. كل ده ربنا بيتكلم بيدعي الناس، انما ربنا يدعي كل الناس، لكن مش كل الناس بتقبل الدعوة. كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون، يعني ربنا يدعي كل الناس لكن مش كل الناس بتقبل، وبالتالي مش كل الناس بتوصل، مش كل الناس بتدخل. فالتحذير ده يخوفنا، احنا كلنا مدعوين لكن يا ترى كلنا منتخبين؟ كلنا ربنا بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال، كم واحد هيجي وكم واحد هيكمل المشوار لغاية الاخر؟ كم واحد هيسمع صوت ربنا ويفضل ماسك فيه متمسك بيه ويجتهد ان يوصل لربنا؟ ربنا يوصف في انجيل لوقا ادى مثل عن ناس ابتدت وما كملتش، ووصفها بوصفين، ناس ابتدت تبني مبنى وبعدين طلعوا كده كندور وما كملوش، او ناس دخل حرب ولقت ان العدد قليل فما ابتدتش الحرب. وهنا قال لنا حساب النفق، يعني قبل ما تبتدي حسابها كويس عشان لما تبتدي تكمل، لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. ربنا دعا الشعب اليهودي كله يطلع من ارض مصر، كل اليهود اللي كانوا في مصر خرجوا وراء موسى، لكن كم واحد دخل منهم كنعان؟ قليلين. يبقى كثيرون دعوا لكن قليلين وصلوا. ليه؟ خلال الاربعين سنة بتاعت سينا حصل نوع من الانتخاب او الفرز، كل اللي تجمروا على ربنا وكل اللي قاوموا موسى وكل اللي فضلوا كل شوية يقولوا نرجع مصر، سنة ورا سنة بقوا يموتوا في الصحراء. لكن الجيل الصغير اللي طلع، الشباب الصغير اللي طلعوا من مصر واللي اتولدوا في البرية، هم دول اللي كملوا. فكثيرين دعوا، يعني اللي شافوا الضربات العشر ما دخلش منهم غير عدد قليل جدا في الاخر. والحكاية دي تخوفنا شوية عشان نبقى عارفين ربنا سهل دعينا، بس لازم نكمل المشوار للاخر، لازم نفضل نمسك في ربنا للاخر، لازم نتمسك بالاجر السماوي. كل ما الواحد يقرب من نهايته كل ما يمسك في ربنا اكتر، لئلا يحسد مع الذين دعوا ولم يقدروا ان يكملوا. وحتى في المثل ده يقول يبدأ الناظرين يهزؤون بهم، يعني لما الناس تتفرج على واحد ابتدى وما كملش يسخروا منه، يقولوا حد يحط فلوسه كده وما يكملش. والناظرين دي نسبة للشياطين اللي يبصوا للإنسان اللي مشي شوية كويس وبعدين ساب ربنا يتريقوا عليه، يسخروا منه يهزؤون بيه. ليه؟ لأن هو تعب يومين وبعدين ساب التعب واشترى الدنيا بقى ومشي في الدنيا، زي يهوذا الإسخريوطي، زي أمثلة كتيرة بدأت ولم تكمل. والتعليم ده يخلينا نفهم ليه الكتاب بيقول من يظن انه قائم فليحذر لئلا يسقط. يعني اللي شايف نفسه واقف على حيله كويس، بس يفضل خايف على نفسه لا يقع. مش معنى انك انت واقف ومتماسك ان الحال ممكن يدوم على طول، ممكن تيجي تجارب شديد، فخليك حذر لئلا تسقط. كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. برضو دي تفهمنا ان حتى في عمل الخدمة ساعات كلمة ربنا توصل لناس كتير، لكن مش كل الناس بتتأثر بنفس الدرجة. ولأن الآباء الرسل يحبطوا، ربنا يسوع
قال لهم في بيوت هتدخلوها هيرفضوكم، وفي بلاد وقرى هيقفلوا في وشكم، ما تنزعجوش، اطلعوا على باب البلد وانفضوا التراب من رجليكم وقولوا حتى التراب منفضه لكم، لكن ما تخسروش سلامكم، فليرجع سلامكم اليكم. يبقى ربنا كان منبه على تلاميذه ما تفتكروش ان عشان كلمة ربنا قوية ده معناه كل من يدعى يقبل وينتخب، لا مش شرط برضه، كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم اخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمون الى الامم لكي يهدأوا به ويجلدوا ويسلبوا وفي اليوم الثالث يقوم. يمكن دي ثالث مرة ينبه على تلاميذه باللي هيحصل عشان ما تبقاش مفاجأة، عشان خلاص من الاصحاح الجاي هندخل على اسبوع الالام. فربنا يسوع اتكلم عن الامه كتير مع تلاميذه، لانه لما جات الالام اتخضوا، هما واخدين ان ربنا يسوع بيعمل كل المعجزات ومحدش يقدر عليه، فهو نبههم كذا مرة لازم هيسلم ليد الامم وبمؤامرة من اليهود ويجلد ويستهزئ به ويسلب ويموت ويقوم. ليه ربنا يسوع كل شيء يقول لتلاميذه كده؟ اولا عشان ما يتهجش ايمانهم، حتى متى كان تؤمنون، عشان يبقوا عارفين لما بتحصل الحاجات دي يبقى هو سبق وقال لهم فيش مفاجآت. الحاجة التانية عشان يبقوا ساعتها عندهم رجاء في القيامة، لان زي ما قال لهم هيحصل الام وصليب وموت قال لهم كمان في اليوم الثالث يقوم. والغريب ان التلاميذ بالرغم من كل المرات اللي اتكلم فيها عن القيامة ما كانوش عايزين يفهموا، او كانت الفكرة مستبعدة جدا فمش قبلنها. ولما صلب المسيح اكتئبوا وضايقوا وحزنوا وما كانش عندهم رجاء القيامة، ولما جه خبر القيامة ما كانوش راضين يقبلوه. طب ما هو ربنا يسوع قال لكم كذا مرة هيحصل صليب وهيحصل موت وفي الاخر قيامة. انما للاسف الضعف البشري بيخلي الواحد يمشي ورا مشاعره ويتناسى الكلام اللي سمعه من ربنا. ده بيحصل معانا برضو، لان ربنا يقول لنا حاجات وتبقى حاجات واضحة والواحد يفهمها، وبعدين لما تحصل في حياته ما يقبلهاش. يعني واحد يسمع كثير عن التجارب وعن الضيقات ويبقى عاجبه الكلام وقابل الكلام، انما يوم ما يدخل في ضيقة او تجربة يتضايق ويتجمر ويعترض. طب انت سمعت كتير وعارف ان التجارب طريق للسماء وعارف ان ليه بركات وعارف حاجات كتير، انما وقت ما تحصل يبقى الواحد ولا كأنه سمع حاجة ولا كأنه فاكر حاجة. ده اللي حصل مع التلاميذ. فالثالث مرة ربنا يقول لهم الأحداث المقبلة لعلهم يتشبثوا بالإيمان وما يتهزوش، لكن برضو للأسف ضعف إيمان. كمان تلاحظوا أنه قال لهم الحاجات دي على انفراد في الطريق، يعني خبر صليبه وآلامه وقيامته ما كانش بيقوله لكل الناس، لأنه لو فضل يتكلم عن صليبه وآلامه يمكن ده يعطل الصليب، يبقى الناس بقى اللي حواليه اللي بيحبوه هيفضلوا ماسكين في طول الوقت وبيحرصوه من اليهود، ويمكن زي ما حاولوا التلاميذ يمنعوه من النزول لاورشليم وتبقى شغلان. فربنا يسوع كان بس عاوز تلاميذه هم اللي يبقوا فاكرين الكلام ده، كان اللي يهمه بالاكثر ان التلاميذ ما يتهزوش. لكن بعد كده هنشوف انه قال لهم كلكم هتشكوا برضه بالرغم من كل اللي قاله عن القيامة وعن اللي هيحصل، قال لهم كلكم هتشكوا، لان الانسان ضعيف بينسى او يتناسى في وقته. كمان تلاحظوا دقة عرض ربنا يسوع للاحداث، بيعرضها بسرعة لكن بدقة. قال لهم احنا طالعين اورشليم دلوقتي واذن الانسان يسلم، يسلم يبقى في مؤامرة هتسلمه الى رؤساء الكهنة والكتبة، وفعلا المسيح سلم الى رؤساء الكهنة والكتبة الاول.
يحكموا عليه بالموت، وبعدين ما يقدروش ينفذوا الحكم يقوموا يسلموه للامم. وفعلا ده اللي حصل، بعثوا بيلاطس عشان ياخد هو الحكم للامم، وبعدين الامم يهزأوا بيه، العساكر الرومان هزأوا بربنا يسوع ويجلدوه ويصلبوه. كل ده كان بيد الرومان، يعني المؤامرة في الاصل يهودية لكن التنفيذ كان بيد الرومان الامم. وفي اليوم الثالث يقوم حماز، تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا. جات ام يوحنا ويعقوب اللي اسمهم اولاد زبدي، ودول من اقرب التلاميذ، وسجدت للمسيح وقالت له عاوزه منك حاجه. فقال لها ماذا تريدين؟ طبعا ربنا عارف هي عاوزه ايه، بس حابب انها تقول طلبها قدام كل الناس وتعبر عن طلبها. قالت له قل ان يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والاخر عن اليسار في ملكوتك. اذا بالتأكيد هي ما فهمتش اللي قاله المسيح، هو بيقول يسلم ليد الامم ويجلد ويستهزأ به ويصلب. طب ما هو انت عاوزاه يمشي في نفس السكة، هي مش فاهمة بتقول ايه. هي مشت على ما يقول الناس ان المسيح ده هو الملك الارضي ابن داود اللي هيملك ويملك اليهود معاه ويطرد الرومان ويحرر البلاد ويقعد على كرسي العرش مطرح داود، ويجيب بقى وزراء ويجيب الحبايب ويعملهم كده مراكز كبيرة. فقالت تلحق توصيه قبل ما يدخل اورشليم ويعمل الثورة بتاعته. ده كان تذكره، يبقى واضح انها مش فاهم اللي هو بيقوله عن ألامه وعن موته، وواضح ان التلميذين كانوا موافقينها في الطلب. ليه؟ لانها رايحة تكلم المسيح له المجد وكانوا جنبها تقول قل ان يجلس ابناي هذان، فكأن يعقوب ويوحنا رايحين في ايدين امهم كده عشان مامتهم تتوسط لهم عند المسيح. فقالت لولادي دول نتكعوا قبل ما يدخلوا معاك اورشليم، واحد يقعد عن يمينك واحد عن يسارك في ملكوتك. فاجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان. وجه الكلام للشباب ليعقوب ويوحنا لانه عارف ان هم موافقين والدتهم في الطلب، او وقعوا في الفكره اللي مش مظبوطه، الملك الارضي والعظمه والرياسه والتميز والتفوق على بقيه اخواتهم الرسل، فوقعوا كده في حاجه مش تمام. قال لهم لستما تعلمان ما تطلبان، اذا كان ده طلبكم انتم مش عارفين بتطلبوا ايه. ليه مش عارفين بيطلبوا ايه؟ لان هم بالرغم من كل شرح المسيح له المجد وكلامه عن ملكوت السماء وان مملكته ليست من هذا العالم، لكن اللي بيتقال على ربنا يسوع والاعتقاد السائد اليهودي غلبهم بالاكثر، فصدقوا ان المسيح هيبقى ملك ارضي، وبما انهم من اقدم الرسل ياخدوا بقى المراكز الاولى. فمش الفكرة مش مظبوطة. كمان مين اللي هيبقى عن يمينه وعن شماله بعد كم يوم؟ هيبقى اللص اليمين واللص الشمال، فهم مش دريانين بيطلبوا ايه. لو هو ربنا استجاب لطلبهم يبقى يتعلق واحد على صليب يمين وصليب شمال. وساعات الواحد يكون بيطلب طلب وربنا يقول له لست تعلم ما تطلب، اللي انت بتطلبه مش مصلحتك، فاللي انت بتطلبه ده فيه عذاب ليك، فما تصرش على الطلب قوي، سيبني اختار لك انا الحاجة الاحسن. قال لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغ التي أصطبغ بها أنا؟ يعني عاوز أقول لهم طيب لو أنت عاوزين المكانة الأولى دي يميني وشمالي أنت تقدروا تشربوا نفس الكأس اللي أنا هشربها؟ طب إيه هي الكأس؟ الكأس يجي ذكرها بعد صحيحين كده لما يصلي في نفس الليل جسماني يقول له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. ده كأس المر، ده كأس العذاب والهوان، ده كأس صعب قوي. هم برضو تفهموا إنه الكأس ده يعني كأس الملوك، ويعني
قعدت بقى البهوات لما يبقوا على كراسيهم فقالوا له طبعا نقدر نشرب يعني مفيش مشكله، وهو بيتكلم عن كاس الموت. فيعني سكه السماء والجلوس عن يمين وعن الشمال بسكه الصليب، سكه التعب، سكه الكاس المره. والصبغه مقصود بيها الدم، لان ربنا يسوع له المجد اصطبغ بالدم، لانه من راسه كان اكليل شوك، وبعدين الجلدات اللي على ايديه وعلى ظهره ماليه جسمه، وبعدين المسامير، وبعدين الحربة، الدم كان نازل من كل حته، فكان مصطبغ بالدم، كان مصطبغ بالدم. وده كان اتمام للنبوات لما يقول في اشعياء مين ده اللي جاي من بعيد اللي لونه احمر كالدم كمن دافع المعصره، يعني جاي كله احمر احمر زي واحد كان داش برجليه في المعصرة. المعصرة كانوا يعصروا العنب، والعنب يفرطش على العمال يغرقهم من راسهم لرجليهم ويسموه دم العنب. فكانت الكنيسة بصت على عريسها كده بتقول مين اللي جاي لونه احمر كده غرقان في دمه؟ دي الصبغة. فقال لهم انتوا قد الكاس وقد الصبغة لما تطلبوها، انتوا طالبين المكانة الاولى، وهي المكانة الاولى دي بالسهل. قال لهم اما تأتي هنا، قالوا له قال له نستطيع، هم قالوا له طبعا نقدر، برضو عارفين زي ايه، زي واحد يقول له يا رب انا عاوز استشهد، يقول له يا ابني انت قد الكلام ده، انت بجد عاوز تستشهد ولا وقت اللزوم هتجري؟ الكاس مر، الاستشهاد ده مش حاجه سهله، انت طب امال مش مستحمل التجارب ليه لو كنت عاوز تستشهد؟ طب ده اقل منها كتير، شويه التجارب وشويه الضيقات، وصية ربنا، كل ده يعني كاس صغيرة شوية، انما كاس العذاب وكاس الموت اصعب. هم بعد اندفاعهم وحبهم في المركز قالوا له نستطيع. فقال لهما اما تأسي فتشربانها، يعني كأن عاوز يقول لهم انتوا بقى حكمتوا على نفسكم، خلاص عايزين الكاس هنشربها لكم. وكأنها النبوة انه يعقوب ويوحنا هيتعذبوا، وفعلا هم تعذبوا كثير. يعقوب ابن زبدي صار اول شهيد، اول واحد من الرسل بعد صليب ربنا يسوع استشهد، تلاقيه في سفر الاعمال اصحاح 12 اتقطع راسه اول واحد من ال 12 يعقوب. ويوحنا اخر واحد راح السماء بس اتعذب كثير قوي، لكن يعني ربنا حفظه للعمر الطويل عشان كان يعني بيحمي الكنيسه من هرطقات. فالاثنين شربوا الكاس يعني تعذبوا تمام، بس هم ما كانوش فاهمين ايه الكاس ساعتها. قال لهم طيب خلاص اذا كنت عزيز الكاس اما كاسي فتشربانها، وهذه الصبغه التي اصطبغ بها انا تصطبغان. عاوزين الصبغه نفسها خلاص نصبغكم، عاوزين نفس الطريق نديكم نفس الطريق، نفس المر نفس العذاب. واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم من ابي. ليه قال لهم كده؟ لعل يظنوا ان ربنا يسوع حكم ليهم بالمكانة الاولى قبل بقية الرسل، فلو قال لهم خلاص اشربوا الكاس واصطبغوا بالصبغة وقعدوا بقى عن يميني وعن شمالي يتفهم ان هم تميزوا عن الباقيين، ربنا ما بيميزش واحد من ال 12 عن الباقيين. قال لهم بس حتى لو شربتوا الكاس واصطبغتوا بالصبغة الاماكن دي معدة من ناحية ابويا السماوي، يعني انتوا لازم تفكروا في الآب السماوي وفي ملكوت السماوات وتفكروا بطريقة روحية. الموضوع مش كراسي وهنقعد عليها ومين كرسي قبل مين، انتوا فاهمين الحكاية غلط. فمرضاش ربنا يسوع يكرر لهم المكانة الأولى عشان ما يغص اخواتهم الرسل، وطبعا فعلا احنا بنعامل آبائنا الرسل كلهم زي بعض، الآباء ال 12 قديسين كبار قوي وليهم كده مجد خاص بيهم، لكن كلهم قد بعض. وحصل فعلا اللي ربنا يسوع له المجد كان حشد. فلما سمع العشرة اغتازوا من اجل الاخوين، يبقى الحوار كان قصاد العشرة. فالعشرة بالرغم ان ربنا يسوع ما قالش للاخين يوحنا ويعقوب ليكم مكان اكتر من غيركم، ما وعدش، انما العشرة اتغاظوا ودخلنا في مشكلة بين الرسل وبعضهم، وتحدنا داخلين على اسبوع الالام، يعني بقى لهم مده مع ربنا
وتعلموا كل المبادئ الحلوة، لكن شطان الكرامة ده أصله ما بيغلبش، يدخل عند أي حد ويتعبه، والغيرة ماشية مع الكرامة فيبتدوا يغيروا من بعض، وكل واحد يشوف مين له مكانة قبل التاني، فاغتاظوا من أجل الأخين. الغيرة والغيظ والمقارنة والحاجات دي أمراض تتسرب حتى إلى الناس الروحيين، دي حرب بتواجه الكنيسة من جيل لجيل. حتى وقت بولس الرسول الناس تحزبت وقالت احنا بتوع بولس، وناس قالوا احنا بتوع أبولس، وناس قالوا احنا بتوع بطرس. ومعلمنا بولس كتب في كورنثوس الأولى كلام شديد، قال لهم يطلع ايه بولس ويطلع ايه بطرس، هو يعني كان بولس مات عشانكم؟ ازاي تقولوا الكلام ده؟ وكان شديد معاهم، قال لهم انتم جسديين، لما تقعدوا تقولوا بولس وأبولس وبطرس تبقوا ناس مش روحيين، لما تتحزبوا لأسماء تبقوا انتم مش فاهمين طبيعة ربنا يسوع، ده هو اللي له الكل في الكل، احنا كلنا ولاده. وواضح ان بولس ما كانش بيغير من أبولس، فقال لهم ايه؟ بولس ده غرس وأتل السقى، وليس الغارس شيئا ولا الساق شيئا، ولكن الله كان ينمي. يعني عاوز يقول ابتدى بنفسه عشان بس ما حدش يقول لحسن يعيد في أتلس، قال لهم لنا حاجة ولا أتلس حاجة، هو ربنا صاحب كل الفضل. فواضح ان الاباء الرسل كادوا يقعوا في حتة العظمة والكرامة والمراكز الاولى والمتكئات الاولى، فربنا طبعا ما يسكتش على حاجة كده. فدعاهم يسوع لما لقاهم بقى ايه بس البعض كده مش حلو، قام جمعهم عمل لهم اجتماع عادل عشان يصلح المشكلة دي. فدعاهم يسوع وقال انتم تعلمون ان رؤساء الامم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم عبدا، كما ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ربنا يسوع عمل اجتماع خاص كده لتلاميذه وقال لهم شوفوا في الدنيا الرؤساء يسودوا والعظماء يتسلطوا، انما عندنا في الملكوت الحكاية عكس كده، عندنا في الملكوت عكس كده، العظيم هو خدام الكل والاول هو اخر الكل، عكس نظام الدنيا. فلازم تفهموها كويس والا هتطلعوا من تبعيتي لتبعية الدنيا، هتبقوا بتوع الدنيا مش بتوع الملكوت. عاوزين الملكوت بتاعي، عاوزين اماكن حواليا شوفوا انا عملت ايه، انا جيت اخر الكل وانا رب الكل، انا جيت اخدم الناس كخدام وانا خالق البشر وانا رئيس الناس كلها. فهي دي السكه اللي بيها يبقى لكم مكان معاي. والتعليم ده تعليم مهم جدا، لان احنا كبشر بنتشد لبريق المراكز والاسماء الكبيرة، ويبقى في طموح كده في الدنيا ان الواحد يبقى له اسم مشهور، او ان ناس كتيرة تمشي وراه، او يبحث لنفسه عن مجد في الارض. كل ده غش، لان في اسماء كثيرة في التاريخ راحت لحالها، عظماء ورؤساء وقياصرة وفراعنة، في الاخر كل دول راحوا لحالهم، ايه اللي خدوه؟ فده نظام الدنيا، لكن نظام السماء مش كده، اخر الكل هو احسن الكل. اللي ما بيدورش لنفسه على مكان عالي هو ده اللي له مكان عند ربنا. فقال لهم من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم عبدا، عبدا مرة واحدة. يعني لما تحط نفسك في خدمة الناس وتريح الناس وتيجي على نفسك تكبر عند ربنا، انما عاوز تقعد والناس تخدم عليك انت عمال تصغر وعمال تبعد
بقيت زيك زي اي واحد في الدنيا في الاخر هيبقى تسمع على ورقة. لكن عاوز يبقى لك مكان عند ربنا صحيح، زد في التواضع، خليك زي ربنا يسوع كان متواضع جدا، وبالرغم ان له كل المجد من السماء والارض كان يخفي مجده ويخدم الناس كلها ويريح الناس كلها. من اراد ان يكون فيكم عظيما، شهوة العظمة في قلب كل واحد، كل الناس عاوزة تبقى عظماء، انما سكة العظمة في الدنيا لها شكل والعظمة عند ربنا لها شكل. فليكن لكم خادما، عشان كده لازم كلكم تخدموا، لان الخدمة سكة العظمة في السماء مش سكة العظمة في الارض. كونك حتى تسأل على واحد تعبان، كونك تراعي شخص غلبان، كونك تزور مريض، كونك تقدم خدمة لشخص، كل خدمة بتعملها من قلب صافي دي تخليك كبير عند ربنا، وكل خدمة تطلبها وتنتظرها من الناس دي تصغرك. لما تستنى الناس تخدمك انت ما بقيتش تبع ربنا، لما يبقى كل شغلك تخدم الناس انت كده ماشي صح. من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، بعكس اللي بيقول الناس طبعا. ومن اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم عبدا، كما ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم. كلمة عجيبة عن ربنا، يقول ابن الانسان لم يأتي ليخدم، وكأن ربنا يسوع ما كانش بيسيب حد يخدمه ابدا، حتى في احتياجاته البسيطة كان يخدم كل الناس. لكن يقول ابن الانسان ليس له اي ناس ندرس، يعني ما في اي حته، ما يتفكرش ابدا في احتياجاته هو وراحته هو. وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. طب ربنا غالي قوي والبشر جنبه يعني ما يسوش، انما هو يقدم نفسه فدية عن كثيرين. حتى بولس الرسول في روميا يشرحها ويقول بالكثير قوي الناس تفدي شخص بار مهم، انما البار نفسه يفدي الاثمة. احنا كده عكسنا الموازين، ربنا يسوع هو المهم، يروح هو فداء لناس مش مهمة كلها خطية، ده طريقة ربنا كده، يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفيما هم خارجون من اريحة تبعه جمع كثير، كانوا عادين جنب اريحة ومشي وراء ناس كثير قوي، وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما سمع أن يسوع مجتاز صرخ قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود. اثنين عميان قاعدين على الطريق يجوز يعني بيستعطوا، وسمعوا بقى أن في هوسة جاية كده هوسة، فسألوا قالوا ده المسيح ماشي جاي. فلما سمع ان المسيح جاي هما مش شايفين، ففضلوا ينادوا بصوت عالي ارحمنا يا سيد يا ابن داود، لان لقب من القاب المسيح ابن داود، ودول ناس يهود بسطاء ما يعرفوش غير كده، فسموه يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتوا، بيعلوا صوتهم فالناس عرفوهم اسكتوا. يجوز ربنا يسوع كان بيتكلم وسط الزحمه وهو ماشي، او الناس بتهلل او بتسبح، انما يعني الدوشة اللي عاملينها الاثنين العميان دول دوشة بالنسبة لهم. فالناس سكتتهم اسكتوا، فكان يصرخان اكثر، فالناس تسكت فيهم، وهم بقى زي اللي جه في بالهم مش هنضيع الفرصة دي ابدا، مش ممكن يبقى معدي جنبنا ونضيع الفرصة. واضح ان هم سمعوا ان العمي يبصرون وصدقوا، فهم سمعوا وصدقوا، وهنا تولد الايمان وتولد الرجاء. الايمان ثقة والرجاء عشان بقى انتظار لتدخل الاله، فبسبب الايمان والرجاء ابتدوا يصرخوا. وهنا بان قوة الايمان، يعني ناس دول بسطة جدا وما يعرفوش معلومات دينية، لكن لمجرد ان هم سمعوا بس، سمعوا هم ما شافوش معجزات قبل كده ما بيشوفوش، لكن لانهم بسمعوا بس عن المسيح وصدقوا فضلوا يصرخوا بكل قوتهم ارحمنا يا سيد ابن داود، والناس تنتهرهم يقوموا يصرخوا اكتر.
قائلين اكثر ارحمنا يا سيد ابن داود. فوقف يسوع. طبعا الموكب معدي والصوت بيعلى. فامر ربنا يسوع وقف. طالما المسيح وقف يبقى كل الناس وقف. كل الموكب وقف والصوت بيعلى. وناداهما وقال ماذا تريدان ان افعل بكما. طبعا الطلب واضح. لكن زي ما عمل مع ام ابن الزبد عاوزه ايه. هو ربنا يحب يسأل السؤال ده. مع انه عارف كل حاجة. بس يحب ان الواحد فينا يعبر عن طلب. انت عاوز ايه? اللي انت عاوز نعمله لك. وانا تلاحظوا ان ابني زبدي اللي معصرين المسيح طلب وطلب مش في مطرح. والاثنين الجهلة الصحابين العميان طلب وطلب في مطرح. لما قال لهم انت عاوزين ايه? ما قالولوش عاوزين مراكز. قالوا له عاوزين نشوف. فقال له يا سيد انت انفتح اعيننا. عاوزين عينينا تفتح. فتحنن يسوع ولمس اعينهما فللوقت ابصرت اعينهما فتبعها. كأن القصة دي بتكمل القصة اللي فاتت. لما الواحد عينيه تنشغل بالمجد الارضي تتقفل. فكأن كادت عيون التلاميذ تعمى عن الحقيقة لما ابتدوا يفكروا مين له المكانة الأولى قبل الثاني. إنما الناس الغلابة دول يليق بهم إنهم عينيهم تتفتح لأن هم متواضعين بسطة. والكلمتين اللي قالوهم دول كانوا أساس لمنهج الصلاة اللي بنسميها صلاة يسوع أو الصلاة السهمية. الصلاة السهمية أو صلاة يسوع معناها ان الواحد يكرر صلوة صغيرة ويذم فيها ويلح ويلج فيها عشرات ومئات المرات ويصرخ من قلبه مش لازم يصرخ بصوت ويبقى دايما فيها كلمة ارحمني. وبقت لان احنا عارفين بقى ربنا يسوع اكثر فنقول يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ. باختصار يا رب يسوع المسيح ارحمني. تعمل ايه الصلوة دي? خلي المسيح يقف. يقف يعني ينصت. لما الواحد يلح ويصرخ وينادي ويكرر ربنا يسمع. وطبعا ربنا سمع من الاول. بس هو مستني الواحد يعيد ويزيد عشان هو قلبه ينبض. وهو بيصلي قلبه بيتغسل. وهو بيصلي بيثبت ان ايمانه ورجاءه قوي. عنده رجاء قوي. لان لو كانت الناس سكتتهم فسكتوا يبقى رجاءهم ضعيف. يبقى الناس اثرت عليهم. انما طلع ايمانهم اقوى من صوت الناس. يسكتوهم ما بيسكتوش. المنطق والعقل والدوشة بتاعت الناس مش مخليهم يسكتوا. يزيدوا اكتر واكتر ويكرر معلمنا متى نفس الناس ارحمنا يا سيد يا ابن داود. ساعتها ربنا يسأل الواحد عاوز ايه بقى? يديله اللي هو عاوزه. وعشان كده بيعتبر الصلاة السهمية دي مع الجهاد فيها والمصابر عليها فعلا تديك كل اللي تتمناه. كل اللي انت عاوزه من ربنا تاخده. بالاخص الامور الروحية. لان فتح العينين في الكتاب دايما اشارة للاستنارة. ان الواحد يشوف الحقيقة اللي ما كانش شايفها. العيون الارضية دي مش مهمة بذاتها. كده كده كله يمشي. انما العينين الروحية ان الواحد يفهم ربنا. وان الواحد يشوف حقيقة ربنا ويشوف اسرار ربنا. وان الواحد يدرك ما لم يكن يدركه. دي البصيرة او الاستنارة ودي نعمة. نعمة. زي واحد عايش في ظلمة وبعدين النور ينور عليه. احنا كلنا من ناحية الخطايا والشهوات والمشغوليات زي في ظلمة جوانا. البصيرة والاستنارة بنور ربنا يكبر جوه الواحد. بس لما يصلي كتير. لما ينادي على ربنا كتير. لما ربنا يغمر في وقت ويقول تفتح العين تفتح. وعشان كده بيعتبروها اقدس لحظات في العمر ان الواحد ينادي على ربنا. وهي ما تكلفش الواحد مجهود. لان ممكن الواحد يصلي هو بيتحرك. ويصلي هو حتى في اي وضع. لانه مجرد بينادي على ربنا ممكن يصلي والناس ما تحسوش وهو بيصلي. لان ده
صراخ القلب يسمع لدى الله وحده. في المزمور بيقول من الاعماق صرخت اليك يا رب. من الاعماق دي ما حدش سمح، انما ربنا سامع. فهنا الطلب عجب ربنا والطريقه عجبت ربنا، بينما الطلب بتاع ابن الزبدي ما عجبش ربنا والطريقه ما عجبتش ربنا. الطريقه فيها نوع من التمييز والتحيز ام ابن الزبدي، والطلب ما كانش مظبوط. هنا بقى الطريقه حلوه والطلب حلو. فربنا قال لهم عاوزين اعمل لكم ايه؟ ماذا تريدان ان افعل بكما؟ قال له يا سيد انت فتح اعيننا. فتحنن يسوع، كلمه جميله. طب هو يا رب انت لم تتحنن من غير ما يصلوا؟ ربنا كله حنان طبعا، لكن كأن الصلاه بتضيقنا حنان ربنا. ربنا حنين قوي علينا، لكن احنا لاننا مش بنصلي كفايه مش بندوق هذا الحنان، مش بنتمتع بالحنيه دي، مش حاسين بجمال عشره ربنا. لكن ربنا بيصعب عليه اللي بينادي عليه من قلبه، يتحنن عليه، اللي لا يكف عن الصراخ من اجل خلاص نفسه، من اجل خلاص اولاده، من اجل طلب حلو روحي. طبعا ربنا طيب يحب يسمع الصلوه دي. فاللجاجة والصراخ تدخل قلب ربنا الطيب، انما الصلوات اللي على الماشي دي اللي فيها كرواتة وفيها سطحية وما فيهاش تركيز، كأنه واحد مش محتاج، كأنه واحد مش محتاج. انت يجوز واحد تلاقيه شحات يطلب طلب وانت تحس انه مش محتاج، انما اول ما بتحس انه هو محتاج قوي بيصعب عليك. طب بالقول احنا مع ربنا لو اظهرنا شدة الاحتياج صدق الاحتياج، يبقى الواحد فعلا مشغول بالبصيرة دي. يا رب نور قلبي، خليني ادوق اللي بقول قديسين، خليني اشوفك من جوايا، خليني افهم اللي انت بتقولهولي. الكلام ده ربنا يسمع له. لكن لما الواحد يكون بيصلي صلوات بدون تركيز ممكن ما ياخدش بالك. فتحنن يسوع ولمس اعينهما، لان هما مش هيشوفوا هو بيعمل ايه. حط ايده على عينيهم عشان يحس، اللمسه تتحس. فبيتعامل مع احساسهم لانهم غصب عنهم مش شايفين المسيح ولا شايفين الناس اللي واقف. تحنن يسوع ولمس اعينهما فللوقت ابصرت اعينهما فتبعاهم. فتحت عينيهم. كان ممكن الواحد فيهم يجري بقى على اهله يبشرهم، وكان ممكن يشوف حاله بقى بدل ما هو قاعد بقى له سنين كده. انما من تعلقهم بالمسيح خلاص نسوا اي حاجه ومشوا وراء عرفان ليه. وكان لما الواحد يدخل من باب الصلاه دائما او صلاه يسوع يتعلق قلبه بالمسيح بالاكثر، فيمشي وراه مما يروح، يتبعه بصدق، تبقى المسيره الروحيه اسهل. عشان كده حتى اللي مش عارف يركز في صلوات الادبيه كفايه قد تستبدل بصلاه يسوع او تكمل بصلاه يسوع. لما الواحد يبقى مخه مش مركز قوي او وقته مش سامح انه يقف يقول كل المزامير، يستعيد عنها ولو جزئيا بانه يكرر اسم ربنا ويطلب الرحمه طول الوقت ليه وللي حواليه. واضح انها تفرق مع ربنا كتير وبتشد انتباهه انجاز التعبير، وهو طبعا عارف بكل حاجه. لكن وقف يسوع مخصوص بحاجه اصلها وهو ماشي، كانه عاوز ينبهنا لقيمه الصراخ ده. والحاجه الثانيه، افتكر ان الناس هتحاول تعطلك عن الصلاه زي ما حاولوا عطلوا الاثنين عميان دول، انتهروهم. يعني ممكن واحد يتقال له انت مش تركز بقى في شغلك كل الوقت صلاه، سيبك من كلام الناس، يا ريت كل الوقت صلاه. لو انت بتصلي من قلبك دي اغلى حاجه تعملها طول حياتك، فما تسيبش كلام الناس ودوشه التلفزيون والحاجات دي توقف صلاتك وتعطلها. انت مستفيد جدا من كتر الصلاه. ولو ربنا تاخر شويه ده مش معناه انه مش سامع، يبقى سامع كويس بس لسه الوقت. هنا تاخر عليهم شويه لكن في الاخر سمع لهم وفرحهم. اتاري ربنا يسوع كان ابتدى مسيرته الى اورشليم يوم حد الزعف.
يقول ولما قربوا من اورشليم، اريحة قبل اورشليم بكم كيلو كده، فهم ماشيين من اريحة وعبد بقى خد الاثنين عميان في السكة اللي نورت عينيهم ورايحين على اورشليم داخلين على حد الزعف، جاءوا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون. حينئذ ارسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما واتيان بهما. برضو كون ربنا يسوع اخر اثنين خدهم كانوا عميان اتفتحت عينيهم داخل بيهم اورشليم بقت فرحة حد الزعف، دي اشارة ان الانسان مهما كان عاجز ومهما كان ضعيف بشوية صلاة وتضرع يبقى له نصيب في الموكب السماوي في الاخر ويدخل مع المسيح اورشليم السماوي. وانه تقدم الصفوف اثنين شحاتين عميان دخلوا يوم اورشليم العظيمة ويوم حد الشعانين فرحانين جدا ويهتفوا من كل قلبهم وصلنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب. ومن هنا نعرف ليه اليوم ده كان يوم عظيم ومجيد، لان تصوروا مئات من العميان اللي فتحوا، مئات من العرج اللي مشوا، مئات من الصم اللي شفوا، مئات من اللي حصلت لهم معجزات، كل دول كانوا ماشيين في الزفة. الناس دي كانت بتهتف من قلبها لان اللي اتعامل معاهم مش قليل. فكان اليوم ده يوم عظيم، الناس بتفرحانة بربنا ومقدرة اللي عمله. فكان الصراخ بيتسمع من امياج، وكل ما يعد عند قرية يطلع اهل القرية يمشي في الزفة فرحا بمسيح الكرة، مسيح البسطاء، مسيح المرضى، مسيح الخطاة. فطبعا كل الناس كانوا غلابة، كلهم طيبين، حتى الاطفال طلعوا في الزفة فرحانين. وتقدم الزفة اتان وجحش ابن اتان، يعني ربنا يسوع اختار انه يركب على حيوان بسيط عشان يعلمنا التواضع، لان الطريق كله تواضع، كل التعليم اللي فات مرتبط بفكرة التواضع. هو داخل كملك لأول مرة يقبل انه يتجس كملك، انما جسة بتاعت ناس غلابة راكب على اتان وجحش، وكأنه بيبدل بينهم عشان الاتان لو تعب ينقل على الجحش، ولو الجحش تعب ينقل على الاتان، او عشان ما يحرمش الاتان من ابن الجحش. ومنتهى الطيبة والبساطة في التعامل حتى مع الحيوانات. بيت فاجي دي قرية بسيطة عند مشارف اورشليم، كل ده في جبل الزيتون، يعني الجبل ده مطل على اورشليم بس مليان قرى في السكة. وفي بيت عنيا كمان في نفس المنطقة، زي قريتين في وش بعض. بيت عنيا دي اللي كان فيها العازر مريم ومرثا. بيت فاجي اشارة الى بيت التين، كلمة فاجي يعني التين، وبيت عنيا يعني العناء او الالم. وكأنه ربنا عاوز يشاور على بعض الحاجات اللي في فجر التاريخ. التين ده اول ما سمعنا بيه في الكتاب المقدس، ادم وحواء بعد ما عملوا العمله حبوا يستخبوا من ربنا، فراحوا خيطوا لنفسهم ورق تين يستروا نفسهم. فورق التين ده ربنا مش بيحبه، ليه؟ لانه دي طريقه غلط الواحد يخدر بيها ضميره ويحاول يستر بيها على عمايله، عشان كده هيلعن بعد كده شجرة التين المورقة اللي فيها ورق بس. فكأنه داخل من ناحية بيت فاجي عاوز يقول ايه، هنحط بقى فاجي دي ورا ظهرنا وندخل على اورشليم، يعني كفايانا ورق تين، كفايانا كل واحد يتجمل عشان يطلع نفسه قدام الناس كويس، او يحاول يغطي نفسه بشوية ورق والحقيقة من جوه ملخبطة خالص، مش هينفع ورق التين ده كفاية. الحكاية عاوزة فداء، عاوزة صليب، عاوزة دم، عاوزة تكلفة عالية قوي. فكأنه ترك بيت فاجي اشارة انه ايه، ندي ظهرنا بقى كفاية لمحاولة التجمل ومحاولة ان الواحد يبان كده شكله كويس قدام الناس وهو قلبه مش نظيف، خلينا ندخل على القلب النظيف. وده عاوز شغل ربنا. وبيت عنه اشارة الى ان طريق الصليب هو طريق العناء، الحل في التعب مش في الراحة. ربنا داخل على كل التعب بقى في الاسبوع ده اللي يختم بصليب ربنا يسوع. وبعدين بعد التلميذين، لان كان دايما يحركهم اتنينات،
سنتعلموا تحبوا بعض. قال لهم تروحوا قرية، وهو طبعا التلاميذ غلابة وربنا يسوع معهوش فلوس، فقال لهم ايه تروحوا تصفوا لنا ايه الاتان باش نركبه هنستلفوا يعني. هتروحوا تقولوا للناس ربنا محتاجه. طب يا رب انت خلقت حيوانات الدنيا كلها وخلقت بشر الدنيا كلها، ازاي تقول الرب محتاج؟ ربنا محتاج من اطباعه يقول الرب محتاج. وبعدين لقوا الحكايه سهله زي ما قال لهم، لان ربنا مرتب كل حاجه. فراحوا لقوا الاتان والجحش، الناس سابتهم ياخدوهم حبا في المسيح، فداروا الاتان والجحش. فحلاهما، كلمه حلاهما يعني دول كانوا مربوطين، قال لهم حلوهم ما تخافوش واعطوهم. برضو الانسان اللي واقع في الخطيه زي الحيوان المربوط مش عارف يتحرك. والتلاميذ خدوا سلطان الحل. فاحنا بنيجي الكنيسة عشان نطلع من الطبيعة الحيوانية اللي فينا دي ونتحرر ونعيش بقى اولاد ربنا. محتاجين سلطان من الرسل، سلطان من الكنيسة، لان اسمه سلطان الحل يعني ايه؟ اقطع يا رب كل رباطات خطايانا. الخطية لما تربطنا نبقى يعني زي الحيوانات المربوطة، فمش هنقدر لا نشيل المسيح ولا نمشي في الزفة ولا نفرح بالفداء. عاوزين حل من الرباطات. وكمان الاتان والجحش اشارة ان ربنا دعى الكل. الاتان يرمز الى الامة اليهودية لانها عجوزة بقالها كتير مع ربنا، ولان في اشعياء يقول الحمار يعرف صاحبه لكن اسرائيل مش عارف يعرف صاحبه. والجحش ابن الاتان اشارة الى الحيوان الساذج اللي لسه ما بقاش ركوبة يعني، فلسه ربنا ما تعاملش معاها. فاليهود يرمز لهم بالاتان والامم يرمز لهم بالجحش، وربنا هيدخل بالاثنين عشان يفرح الكل باحتفال دخول اورشليم. وقال ان قال لكم احد شيئا قول الرب محتاج اليهما. يعني لو لحد اعترضكم قولوا ربنا محتاجهم. طبعا كلنا كلها تواضع ان ربنا يحتاج مثل هذه الحيوانات. فحتى لو كنا تشبهنا للأسف بطبيعة حيوانية من استسلامنا للخطايا، هنسمع كلمة مشجعة لما ربنا يقول الرب محتاج إليهما. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.